السلام عليكم جميعا، وكل عام وانتم بخير، وعيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم بهذا الشهر الفضيل. عسى الله يختمه ان شاء الله بالرحمه والغفران والعتق من النيران، ويتقبل صيامنا وصيامكم، ويكون عيد مبارك. يا هلا وسهلا وشيخه. اهلا فيك، وكل عام وانتم بالف خير. اليوم اخر حلقه من حلقاتنا في برنامج سراي لشهر رمضان. لهذا الموسم قدرنا ان احنا نغطي معاكم العديد من الاعمال مع الفنانين اللي تميزوا فعلا في هذه السنه. يمكن فعلا باكر راح يكون اول ايام العيد، راح تكون عندنا ان شاء الله حلقات استثنائيه راح نكون متواصلين معاكم فيها في هذه المناسبه الجميله. يمكن الحين يعني يعرضون حلقات أخيرة لمسلسلات، في حلقات خلصت وفي حلقات أوريدي خلصت شفناها من العصر انعرضت، لكن في منهم للحين. فاليوم هي يعني ختام للحبكة الدرامية للمسلسلات والمشاهد والقصص بشكل عام. شنو أكثر نهاية حبيتها؟ أكثر المسلسلات اللي قاعدة أتابعها اللي تابعناها وشفنا حلقاتهم اليوم، ما أبي أتكلم بتفاصيل، أبي أتكلم إن جنرال. إيش رأيك فيها بإن جنرال؟ حلوة أوكي. إن جنرال أنا قاعد أشوف الأمانة ما هي النهايات اللي كنا نعرفها في أيام قبل، في رمضان قبل كانت النهايات يتسولف عنها بزوارات، طبعا ما في زوارات الحين، بس زوارات العيد يتسولف عنها النهايات. ما عادت النهايات نفس قبل الأمانة. ما أقول الكل، أقول البعض من المسلسلات اللي قاعد أشوفها اللي قبل الفطور خلاص بلشت تطلع الحلقات الأخيرة. بس صحيح. اللي ألاحظه أن أصبحت النهايات السعيدة الأغلب في العالم أو الأعمال الدرامية. ما قبل كنا نبكي آخر حلقة بس هالمرة انعكست، لأن تذكرين قبل كنا قاعدين نسولف إن في نهايات حزينة. الحلقة اللي كنت وياك فيها الأخيرة اللي طافت كنت أقول لك وايد قاعد يتجهون لنهايات الحزينة، وأغلب المسلسلات نهاياتها صحيح. حزينة صحيح. كنا يعاندوني، وقمت أشوف المسلسلات ما يعاندوني، ما يدرون عني. أوكي قبل رمضان خالصين شغلهم. يمكن أنا شفت أنا متابعة هالسنة بصراحة ثلاث مسلسلات، ما بين جنة هلي، ما بين أم هارون. أكيد هذا المسلسل اللي بصراحة سوى ضجة وايد كبيرة، والكون في كفة. أم هارون هي الحلقة الأخيرة الحين قاعدة تنعرض، أنا للأسف أني ما شفتها، بس أكيد بعد شوي لما أرجع على البيت راح أشوفها. أو ليش أشوفها؟ يعني ممكن ناخذ تفاصيل حلقة اليوم من نجمة هذا المسلسل بعد هذا التقرير. عشت عمرك كله حارمة نفسك من نوهت الدامج. غصبني علي يا إما، والله غصبني علي. وليش تبين أقول لك يما ليش؟ مرة واحدة طقي واللي يسلمي. هذا الديرة كلها وقاضبني أنا، أنا أبو دارك بس كافي. أنا اللي قاعد أسويه هذا كل المصرحتك. قومي معي يا مهارون. هل يا يما أنا ماني ياهل تشررين بالليل أروح أطق بيبان الناس مينونة. هذه المشاعر وهذا الإحساس ما يطلع من أي أحد إلا من سيدة الشاشة الخليجية الكبيرة قدراً ومقاماً، الحبيبة لقلوبنا كلنا، يمكننا خليجيين ولا على مستوى الوطن العربي. اليوم أتشرف بهذه المكالمة الهاتفية وناطرين للأمانة، لأن الوقت يتزامن مع نهاية أم هارون. الفنانة القديرة حياة الفهد، تقبل الله طاعتك وعيدك مبارك. عساكم الآيدين والفائزين وكل عام وانتم بخير، والمستمعين بلادنا الحلوة وأمة الإسلام يا رب. آمين. شرفتينا في هذا الاتصال وسماع صوتك أم سوزان. فعلا يمكن هالسنة كانت علامة جدا مهمة في الدراما بصراحة الخليجية وحتى العربية. أم هارون كان بشكل مختلف، خذتينا لمنعطف يعني مغاير في الدراما الخليجية من خلال تقديم هذا العمل. شلون شفتي ردود الأفعال خصوصا الحين خلاص يعني قاعد تنعرض حاليا الحلقة الأخيرة؟ طبعا ردود أفعال جميلة جدا وحلوة، ويعني أنا سعيدة حتى في اللي ينتقدون، لأن اللي ينتقدون قاعدين ينتقدون حلقة حلقة، معناها متابعين وناطرين ويشوفون. وإذا كان انتقاد بناء أنا أشكرهم، وإذا كان انتقاد هدام فأنا عارفة الأسباب وعارفة توجهاتهم. والحمد لله العمل واضح، ولا في مثل ما دعوا وقالوا، والعمل بالعكس مساند للإسلام والقضية القضية الفلسطينية. فأنا سعيدة جدا بهذا العمل،
وبردود كل الأفعال إيش ما كانت. جميل. أم سوزان، يمكن بنص رمضان وبداية، وأنت قلتي حضرتك قبل شوي بأن صار التحليل والانتقاد أو التعليقات حلقة بحلقة، ولا كأنه ينطرون أن رمضان 30 يوم أو العمل الدرامي 30 يوم، كأن اليوم باكر هي الحلقات الأخيرة. ليه اليوم قاعد نشوف، أو من أمس ليه اليوم قاعد نشوف النهاية اللي كان المفروض أن النقاد ولا حتى المشاهدين يعني ما يستعيلون على 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 تعليقهم لهذا المسلسل؟ رأيك؟ عزيزي، أول شيء العمل انتقد من قبل لا ينزل، لمجرد أن قلنا صح، مجرد ما قلنا عمل فيه يهود الناس انزلت وشالت وحطت بدون ما يدرون شنو احنا مقدمين داخل. صح في يهود، بس شنو احنا مقدمين داخل؟ بعدين خلنا نكون واقعيين، هل اليهود هذيلا احنا شيء اختلقنا؟ هذا شيء موجود من رب العالمين، كتاب منزل من رب العالمين. صحيح. وكانوا موجودين معانا في الكويت، كانوا يران، كثير من الشخصيات المهمة في الكويت، وسيدة الأولى والقطامي تكلمت عن هالأمور، قالت يران يهود ويسلمون ويمرون ويطالعوا، ما فيش يعني في علاقات جيدة. نعم. وخصوصا أنهم ناس يعني مثل ما تقول ماخذ الربع، نقول احنا بالكويتي يعني عارفين وضعهم، عارفين نفسيتهم. صحيح. فما ما لهم ماسكين حدودهم، فدائما مسالمين بالمنطقة اللي هم فيها، ما يضرون أحد. فاليهود هم فئتين، يهود وصهاينة. حتى اليهود المسالمين أو المؤمنين مو راضين عن أعمال الصهاينة. صحيح. لكن من تفهم يعني مين فهم، ناس حاقدين، ناس قاعدين يساومون على القضية الفلسطينية. صحيح. يعني لا، راح يتعبون مع الكويتيين، لأن ما يقدرون يساومون الكويتيين على القضية الفلسطينية. طبعاً. لأن احنا نمشي على نهج الأمير لما قال احنا آخر ناس نطبع بعد الفلسطينيين مع اليهود. صحيح. فما يقدرون يساومون ولا يقدرون يزايدون على ولائنا ومحبتنا لأخواننا الفلسطينيين. أكيد أكيد أم سوزان، يعني هذا فعلا الكلام، كثير من الجمهور يقول نفس الكلام، وأكيد شفناه من خلال المشاهد والأحداث اللي مرت فيها يعني أم هارون وحتى العوائل الموجودة في هذا المسلسل. طيب الناس يعني قاموا يخمنون، يعني هل أم هارون هي أم جان، أم هارون هي أم شاؤول اليهودية العراقية؟ صاروا ما يدرون هم منو بالضبط قاعد جسدين. شوف احنا بصراحة انا بالنسبة لي طبعا الكتاب يعني في ناس، في زميلات لي لهم كل الاحترام والتقدير، وصلني كلام انهم قالوا ان العمل كان عندهم، وهذا غير صحيح، لان العمل كان مجرد فكرة على ورقتين بس. نعم. لما فكروا فيها الكتاب اتصلوا في يوسف الغيث اللي هو مدير اعمالي. نعم. وكلموا قالوا احنا عندنا فكرة، اذا ما تسويها سوزان راح نخش الورقة هذه. زين والله العظيم، لأن خافوا أن يغامرون، عرفتي؟ أكيد. هي مغامرة وأنا بيني وبينك مغامرة. طبعاً. يعني أنا غامرت، وفي في في لحظة من اللحظات كنت وقعدت مع يوسف، قلت له يوسف قبل لا نبتدي تصوير كنت اشتريت العمل. نعم. قلت له يوسف هذا العمل أنا بغامر، يا إما أنتهي يا إما ابتدي بشيء جديد وخط جديد، ممكن الاخوان المنتجين بعدين يمشون عليه. التجديد بال 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 غير اللي نشوفه كل سنه، احنا ملينا منه، احنا كفنانين ملينا من الروتين اللي احنا قاعدين نقدمه. طبعا. فالمهم انه لما كلموا يوسف قالوا له يا نكتب يا ما نكتب، قال لهم كتبوا. لما انا اعطيت الضوء الاخضر قلت له خليه يكتبون، اكتبوا. زين. فانا لما اعطوني الفكره قريتها، فقلت انا في شخصيه اللي هم حاطين، هم متكلمين على اساس ان حاطين ام جان هي النموذج. قلت لهم ام جان حياتها غير حياتنا، غير قصه ام هارون. نعم. حياتها يمكن تكون مختصره وراح ندخل بمتاهات طويله عريضه. صحيح. يمكن لازال لها اولاد واحفاد في لندن، فما نبي ندخل بمتاهات. نعم. لكن انا عجبني الشكل العام لها اللي هي المهنه وشكلها، عرفت؟ يعني الكاركتر كان ام جان بس. أما أم شاؤول هو فعلا كان العمل اسمه أم شاؤول. زين. على أساس هذا شاؤول اسم يهودي. نعم. فأنا حبيت أغير الاسم وأسمي أم هارون، لأن هارون في كثير من المسلمين يسمونها هارون. صحيح. يعني اسم عادي هذا.
فسميت أم هارون كونها أول كانت يهودية بعدين أسلمت، ولما يابت ولدها كانت مسلمة. نعم. يعني ما في أي شيء من اللي قالوا عنه. يعني المكس كان يعني من 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 لمساتك مثل ما يقولون، المكس ما بين هالشخصيتين. لا هو طبعا اكيد الفضل الاول والاخير حق الكتاب. نعم. ما قصروا، وهم اللي فكروا وهم اللي تعبوا وهم اللي قالوا وهم كل شيء هم. ما عدا انا كان مني اقتراح ان ما نبي قصه ام جان، لان مثل ما قلت لك لا زال في شخوص لها. نعم. موجودين يعني منها. نعم. احفادها، فما نبي ندخل متاهات روحوا سافروا واخذوا موافقات ويمكن احنا نكتب غلط عن حياتهم عن حياتها. لازم ناخذ موافقات ولا قلت لهم شوفوا لنا موضوع جديد، ففعلا شافوا لنا موضوع جديد. ولا زمان ولا مكان، يعني ما حددنا لا مكان ولا زمان. ممتاز. حتى ما ذكرنا اي دوله. صح. في العمل. صح. ام سوزان انت راعيتي الامانه للامانه في هذه القضيه، خذيتي كاركتر ام جان وبأطباع وايضا تفاصيل من عندك، ووخرت شوي عن التفاصيل المعينه من ام شاول. طيب ام سوزان، احنا يمكن حتى في الاواخر من رمضان في ناس تقول في جزء ثاني، انت عندك تحفظ بشكل عام للاجزاء اللي تلي جزء ناجح. نعم. صح؟ نعم نعم. فهل ممكن ان نشوف ام سوزان بجزء ثاني في هذا المسلسل؟ انا شوف انا ضد الاجزاء الثانيه باي عمل كان. وللأسف الأجزاء الثانية بالعالم العربي ما نجحت، إلا يمكن عمل أو عملين عربي، أعمال عربية، عمل يمكن أو واحد. دائما الجزء الثاني يكون أضعف، عرفت؟ نعم. لأن الكاتب والفنانين إذا كان موضوع جديد ومهم وجميل يحطوا كل ثقلهم في هذا الجزء الأول، فدائما الجزء الثاني يكون مكمل ويكون فيه نواقص كثير. حلو. ويكون في تكرار من الأول. هذا اللي أنا ما أحبه. لذلك أنا لما قالوا يعني الكتاب قالوا إن في جزء ثاني، قلت لهم ايه؟ إحنا لازلنا نفكر، ما رفض زين. إحنا لازلنا نفكر ولازلنا نجتمع من خلال التليفون ومن خلال يعني اتصالات. نقعد ساعات طويلة وإحنا نتكلم مع بعض. نعم. على أساس إن بنوصل لشيء محدد وشيء جميل وشيء غير مكرر، إن هل راح يكون أفضل؟ إذا ما كان أفضل ما نبي أضعف طبعا، يكون في مستوى أو أفضل منه. الفكرة موجودة أم سوزان، الفكرة موجودة. إيه؟ الفكرة موجودة والخطوط اللي راسمينها الشباب موجودة. حلو. زين. وإحنا الحين قاعدين نفكر، لأن مثل ما قلت لك يا يكون أفضل مرتين يا نختم على النجاح، يا إيه ما يصير، ويا أما يكون بمستوى. زين سوزان، شلون نقيسها؟ شلون نقيسها إن هذا راح يكون أفضل بوجهة نظر؟ هي دائما تقاس بنظرة الكاتب، يعني الكاتب مو كافي انه يقيس لانه هو يكتب، ممكن اللي وراه يقيسون، المنتج. نعم. وخاصة المنتج اذا كان ممثل وكاتب يعني بلا غرور مثلي، يعني انا دائما اشارك بالافكار الاعمال اللي انا اصورها لكتاب غيري. نعم. فغير كذي ان هم الاستعانة بمخرج جيد وعلى مستوى انه يقرا النص ويعطينا الملاحظات. نعم. وأكيد ما راح يكون يعني راح يكون مخرج جديد على العمل، فراح يقرأ وممكن يقول لنا الملاحظات. نعم. بمعاونة طبعا يوسف الغيث، لأن أنا أثق في أفكاره وفي نظرته. جميل. فإحنا راح نكون ورشة، يعني ورشة. إذا كانت كل هذه العوامل موجودة وناجحة وفي فرصة، ممكن نشوف أم هارون جزء ثاني. يا رب. أنا أتمنى طبعا أنه يكون فعلا بإذن الله. أكيد. أم سوزان، يمكن لو برجع معاك شوية، يمكن في البداية تكلمنا لموضوع الانتقاد، يمكن البعض شاف الانتقاد ما كان للمسلسل والعمل بشكل عام، كان الانتقاد لأم سوزان تحديدا، كأنه يعني كأنه تصفية حسابات مثل ما يقولون، أو أن ضرب في هذا المسلسل قبل هو يطلع وفي هذه الشخصية. هل دفعتي أنتي ثمن هذا الانتقاد وشون واجهتي؟ واجهته بكل هدوء وبكل راحة بال، لأن الهجوم السنة وايد، لكن أنا متعودة يعني أن على كل ما يصير لي عمل وكل ما يكون عندي أتعرض لهجوم.
هذا شيء معروف أنا عرفته وواثقة منه، عرفتي؟ انتقادات إذا يعني إذا ما في انتقاد ممكن يقولش اللون غامج، ممكن يقولوا لك تكرمين نعالها ما تلمع زيادة، يعني أي شيء، المهم يطلعون انتقاد، يطلعون أي شيء، عرفته؟ فبالنهاية أنا عارفة ومتوقعة هالشيء، لكن اللي حصل في مهارون مو بس ناس يكرهون حياة، لا ناس يكرهون العروبة، يعني مدعين عروبة وهم بعيد عن العروبة، بعيد كارهين للقضية الفلسطينية، هذيلا كارهين، هذيلا يحبون يخربون العلاقات الإنسانية بين الشعوب. يعني إحنا وصلنا مرحلة أن يقولون أن قامت إسرائيل تتابعها، هذه مو مشكلتي أنا، ما دقيت على إسرائيل قلت لهم تابعوني. قضية فيها اليهود 100% بيتابعها العالم كله، أوروبا كلها. يعني أنا كثير من الجرائد الأوروبية والروسية والإسرائيلية تكلمت، أنا ما جيت طنطنت وقلت واستانست وأعلنت، خلي تابعون، خلي تابعون، هم في جزء بالعمل يهمهم، فشيء طبيعي يتابعونه. زين، لكن اللي يضربون حياة يضربون هذيلا أعداء الأمة الإسلامية، مع أنهم مسلمين أنا عرفتهم. أنا أعرف 2-3 من اللي كتبوا واللي لهم صفحة خاصة، هذيلا أنا عرفتهم عدل، للأسف مسلمين ومو عرب وما مو كويتيين. خلي الكويت، خلي الكويتيين عرفتهم اللي ضربوا حياة الفهد، لكن اللي ضربوا عمل كعمل إنه يحاب اليهود وإسرائيل هذيلا عرب للأسف، كارهين للأمة العربية والإسلامية. أم سوزان دائما تقدمين الأفضل للأمانة، وحتى يعني حتى الفرية كان بداية منك أنت، وشفنا أعمال مكررة مقلدة، وأنا أتوقع بهذه الجرأة اللي طلعتي فيها في رمضان 2020 ممكن أن تعطين جرأة لأعمال أخرى تمشي على نفس الخطة اللي أنت تمشين فيها. أنا متوقع هذا الشيء، البداية عندك دائما تكون، لأن يعني أنت فنانة كبيرة للأمانة، مقاما وقدرا وحتى فنا للأمانة. أم سوزان، إحنا الحين باكر العيد ونحب نختم بكلماتك اللي دائما تطلع من قلبك وتوصل حق قلب كل محبينك، شو تقولين في عيد؟ اقول كل عام وانتم بخير، والأمة الإسلامية بخير، وديرتنا بخير، وحكامنا بخير، وشعبنا الحبيب بخير، ويا رب الله يزيل هالغمة عنا وعن جميع الإسلام يا رب، ونطلع ونستانس. انا والله العظيم قسما بالله، شوف صادق. احنا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، الحمد لله الله قاعد يدبر الامور، احنا ما لازم نعترض ولا لازم يعني صح عيد وما راح نطلع ولا نشوف حبايبنا، لكن والله العظيم هذا تدبير من رب العالمين علشان يحفظنا. لما يقول لك مر الكويكب مدري الكوكب او النيزك وما ضرب الارض وارتفع وحفظ السماء من شو يسمونه هذه الاوزون، فهذه رحمه من رب العالمين، ربك يدبر، احنا ليش نعترض؟ صحيح. مرتنا إن شاء الله بنطلع بأمر الله، بنطلع وبنستانس وبنلعب، فالصبر زين، اسمعوا حكوم وولياء الأمر وقعدوا في البيوت ولا تخالفون، احنا قاعدين في البيوت ومعتزلين الدنيا ومع ذلك الحالات قاعد تزيد. اللهم الاعتراف، اللهم الاعتراف، لكن الكويت تستاهل أكيد. إن احنا نقعد في البيت أكيد. والأعياد جاية إن شاء الله والأيام الحلوة جاية بإذن الله أكيد. كل الشكر لك أم سوزان، وشكرا على هذه المداخلة الجميلة اللي خصيتينا فيها بصراحة، في مع تزامنا مع عرض الحلقة الأخيرة لأم هارون، واللي سعد صدرك بصراحة لكل شخص انتقد هذا العمل، ما هو إلا نجاح لهذا العمل، وكان العمل فعلا متابع بشكل جدا كبير على مستوى العربي أكيد. طبعا مكملين مع بعض لقاءاتنا ومكملين مع بعض، ودائما احنا قاعد نتكلم اليوم يمكن نهاية رمضان في إسرائيل، معناته احنا قاعد نتكلم عن النهايات السعيدة، النهايات الحزينة، النهايات الواقعية اللي قاعد تصير في عالم الدراما. عندنا ضيف ثاني وأيضا من المسلسلات اللي المتابعة على صعيد الوطن العربي وأيضا الخليج، تغيير جاهز شباب؟ اوكي، على ما يجهز ويانا تقرير. احنا طلعنا الحين او تكلمنا في البدايه عن الاعمال الدراميه الخليجيه، انا واسرار الحين خلينا نطلع شوي ونتكلم عن الاعمال المصريه،
شنو تابعتي وشلون النهايات اللي قاعده تصير؟ انا للحين بصراحه ما تابعت شيء من الدراما المصريه، لكن اكيد حاطتها لما بعد رمضان ان شاء الله. لكن شفت كم حلقه بصراحه من فالنتينو، يعني هذا المسلسل اللي فيه عمود من اعمده الفن العربي. صح. الفنان عادل امام يمكن الناس كلها تحب تشوفه على الشاشه، لكن الجميل ايضا التوليفه اللي موجوده في هذا المسلسل، النجوم اللي معاه والفنانين اللي معاه، يعني حبكه دراميه جدا حلوه وخفيفه ولطيفه مثل ما يقولون، والكوميديا اللي فيها يعني سهله وبسيطه توصل للجمهور بعد مثل ما قلتي. وايضا البرنس اللي حقق نجاح كبير في عالم الدراما العربيه، واللي يمكن اكثر اللي قاعد يتابعونه قاعد يتاثرون بتفاصيل التفاصيل ودش في حياتهم الشخصيه، واثر يعني نجاح الممثلين والفنانين اللي فيه على حياتهم الشخصية. صحيح. قاعد نتابع سواء كان في عالم السوشيال ميديا، قاعد نتابع ردة فعل الناس شلون يعني دشت بجو المسلسل نفسه والشخصيات نفسها، وهم قاعد تكره الشخصيات اللي قاعد تمثل في هذا المسلسل. أكيد هو ترى هذا نجاح بحد ذاته، أن الشخص فعلا يتقمص الشخصية بكل تفاصيلها علشان الجمهور يتفاعلون معه ويتأثرون معه بشكل كبير. وفعلا في البرنس يمكن في أكثر من شخصية موجودة، في الناس تأثروا فيهم، يمكن حتى عيالهم تأثروا فيهم بهذه الشخصية. يمكن كان في قساوة قد تكون موجودة في أرض الواقع أو غيره. نرجع لفالنتينو وراح نتكلم أكثر عن هذا العمل الدرامي الكبير من خلال دراما المصرية، لكن بعد هذا التقرير.